عبد الصمد ناصر يعلق على حادث الطرد بمقولة لابن القيم رحمه الله. علق الصحفي والإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر على قرار إقالته من قناة الجزيرة القطرية بتغريدة على صفحته بتويتر. وشارك ناصر في التغريدة مقولة جميلة لابن القيم رحمه الله من كتاب الفوائد، جاء فيها قال ابن القيم رحمه الله: وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. هكذا جاءت تدوينته عبد الصمد ناصر بعد حادث طرده من الجزيرة.